خطتنا لا تفلح. مخالبه وذيله وأسنانه حادة جدا. انتباه، فلينتبه الجميع. يحدثكم ديناصور الحي غير الودود. أنا أعلن عن نجاح عملية السوق نجاحا ساحقا. يجب علينا أن نوقف هذا الشخص. سنوقفه. هيا. أوه، انتظرا، خطوت على عسل. هناك الكثير منه. لو كان أكثر لزوجة لاستخدمناه على هذا الآلي. حسناً، انتظرا، قد ينجح الأمر. نحاصره في شيء لزج؟ نعم، بالضبط كالحيوان الذي علق في حفرة القطيران، أتذكران؟ أنا لا أعتقد أن العسل سيبقي هذا عالقاً. بالتأكيد. لدينا شيء لزج أكثر. هيا بنا لنصنع بركة من الشباك كحفرة قطران. رائع، حان وقت العمل. ماذا عن تحويل هذه البطاطس إلى بطاطس مهروسة؟ جرين جوبلين، أنا هنا. انصرفوا يا فريق سبايدي، لا تضاهون قوة تي ريكس. ديناصورك الآلي ضخم يا جوبي. يا لكن هذا لا يعني التفوق. سنستخدم شباك سبايدي. حق لا يهم. هل هذا كل ما لديكم؟ لا. أنت سرعة سبايدي. توقف. وقوة سبايدي. يبدو أنك مقيد، لن تدمر أشياء أخرى. وتعتقد هذا حقاً؟ انتظر، ما هذا؟ لا أستطيع الحركة. أو أجل، نسيت إخبارك بأن سبايدي ذكي. لا تستطيع، فعندما كان سبايدي يلهيك حصرناك في شباكنا شديدة اللزوجة. ولت أيام الديناصور هذا. حسناً، خذ الديناصور وأنا سأذهب الآن. أوه. لا مزيد من المرح لك جوبي. ولا أعلم، فليحظى بالمرح وهو يصلح ما أفسده. واو، انظروا لهذا، فريق سبايدي، جرين جوبلين، وتمثال لتي ريكس. سوف أخبر الأولاد بما شاهدته في السوق.